بسم الله الرحمن الرحيم. أهم شيء لهؤلاء الأصدقاء أمور. الأمر الأول أخلاقيات الإنسان، وهذا ما فقدها المسلمون كافة إلا ما خرج بالدليل، وهم قلة. كلنا نعلم أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه لو وجد 313 واحد كان يظهر، في 1.5 مليار مسلم ماكو 313؟ ماكو. وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، كل واحد في ظنه أنه صاحب خلق طيب. لكن أي واحد إذا وصلت إلى أعماقه أو هو لاحظ أعماقه يشوف ما أخلاقه، كذب وخيانة وافتراء وتهمة وغيبة ونميمة وأنا ربكم الأعلى. الآن كل واحد منكم ما يقول أنا ربكم الأعلى، لكن بعد أيام قلائل شوفوا يقول أنا ربكم الأعلى. كل واحد أنا ربكم الأعلى في مجاله، يعني يصير وكيل في بلد ويجي وكيل آخر، يجي عالم آخر يشوف يصير أنا ربكم الأعلى ولا غرور وجهل وتحارب وتضارب وتشتيت الكلمة، هذا واقع. ولهذا الله سبحانه وتعالى حسب اعتقادي قطع لطفه عنا. الآن نحن نعيش في تياه، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض وكل دعاء لا يرفع. حقيقة شوفوا كثر دعونا على صدام داخلا وخارجا، وصدام رجل خمار قمار زمار، وقطعة من الموبقات والآثار الله ما يستجيب. يعني احنا مقابلين واقع، الله يستجيب دعاء فرد واحد منافق على فرد خمار، فرد واحد مستغيب على فرد قمار، فرد واحد وزوجته يصيح ويعربد ويسب، ماكو فرق. الله يستجيب دعاء الصالحين على الطالحين، ولا طالح وطالح شكو فرق. والدي الله يرحمه كان ينقل فرد قصة جميلة فيها منام ايضا، انا ما اذكره من جهة المنام، أذكره من جهة الواقع. يقول فرد واحد كان مقدس في حرم الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، إنسان طيب مقدس زاهد، هذا شاف إجي فرد زائر مبيوق خرجيته ويلح على الإمام ويبكي ويتضرع غريب، يا أمير المؤمنين آخر وين أوجه أنا وجهي؟ وين أروح؟ فلوسي شلون باقوها؟ أنا ما أعرف أحد، شلون أرجع إلى بلادي؟ شلون أبقى جوعان؟ التحيكم هي تكفر الشكل وبتضرع يبكي ويتكلم ويا الإمام. حتى هذا الزاهد العالم هذا هواية أفسر توجه إلى الإمام قال يا أمير المؤمنين أخر شروط استجابة الدعاء أكثر من هذا أكو؟ زائر ومنقطع ومتضرع ومتوكل بيك ومتستجيب دعائه. شاف بالمنام أمير المؤمنين، الإمام قال للزاهد قال لو أريد أخذ اللصوص أول أخذك إلك أنت، حاشي مني هنا، ادعوا لي اللي ما أخذ اللصوص أنا، إذا أنا أريد أخذ اللصوص أولك إلك أخذك. قال لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال أنت تذكر ماخذ عبادة قضاء صلوات عن فلان وما مصلي، أنت حرامي بس أنت حرامي الناس ما يعرفوك حرامي،
هذا مبيوك خارجية يتبين أنه حرام. الإمام قال له لو أني أردت أن أخذ اللصوص أول إلك أخذك، هذا ولو طيف بالرؤية، لكن هذا واقع. ولا أنا مو من عادة أنقل الأطياف. الله يستجيب دعاء متحاربين متضاربين، لسانهم شكل، قلبهم شكل، عملهم شكل، قولهم شكل، على صدق الله يشكل. هذا مو عبرة في الحقيقة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن شرط أكو أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. إنسان لازم أول شيء يغير أخلاقيات، وهذا قلنا صعبها، كلش صعب، مو شيء سهل واقع. وقلت الآن مو متبين عليكم لأنكم عاجزانين، لا إنسان عاجز كل شيء ما يتمكن. إن الإنسان اللي يطغى أن رآه استغنى، خلي يصير عندك مكانة اجتماعية، خلي يصير عندك فلوس، خلي يصير عندك منصب، خلي يصير عندك سلاح، ذاك اليوم يتبين أنت شنو منشي وأنا شنو منشي. وكما رأينا وكما سمعنا وكما شاهدنا وعلى آخره، عبد الملك بن مروان هذا عالم ولحية وعمامة وحمامة الحرم على طول الخط يقرأ القرآن ويعتكف ما دام عاجز، لو وصل للحكم كل شي راح. وعالم هو عالم، حتى هو قال لمالك من المذاهب الأربعة، مالك ابن أنس، قال يا مالك اكتب منهاجا للبلاد الإسلامية وأنا أتمكن أن أكتب لكن ما عندي وقت. فكتب مالك الموطأ، موطأ مالك هذا اللي مصدر المالكين إلى اليوم. فقال لمالك أنا أتمكن أكتب، ويصدر يتمكن يكتب لكن ما عندي وقت أكتب. فراح إلى خمره ولهوه وقماره وقتله وسفكه للدماء ومصادرته للأموال وتجسسه ومن المغنين والمغنيات. إنسان لازم أخلاقيات أول شيء واقع. أخلاقيات مو بس سلام الصباح، من أهون الأمور السلام بالصباح. أخلاقيات معناه على أنك تتمكن أن تضبط أعصابك أمام المغريات، أمام المناصب. أما تخطب خطاب التقوى أنت وأنا، هذا إحنا نقشمر أنفسنا. كل واحد يتمكن يخطب خطاب التقوى. حجاج شوفوا في تاريخه كان يخطب خطاب التقوى، أيها الناس عليكم بتقوى الله فإن الدنيا زائلة فانية فلا تغرنكم الحياة الدنيا. يخطب خطاب حجاج، لبالك علي بن أبي طالب جاي يخطب خطاب كل شيء بسيط. بس أنه هل أخلاقياتنا نحن أخلاقيات صحيحة؟ هل في الحقيقة إحنا متخلقون بأخلاق الإسلام؟ في سفرنا، في حضرنا، في مسيرنا، في صديقنا، في عدونا؟ الجواب لا، الجواب لا. ولهذا أنا في اعتقادي أن الله سبحانه وتعالى قطع عنايته عنا. شوف كل مكان يقتلونه، كل مكان ينهبون أموالنا، كل مكان يشردون، سجوننا ممتلئ بالشباب والشابات من البنين والبنات تحت التعذيب، أبدا ما يستجبت أبدا، لأن الله مقاطع. أشوف على شنو يستجيب دعاء حرامي على حرامي، إذا يريد يستجيب دعاء كل حرامي كلهم حرامي. هسه هو يشرب خمر وزيد بن أرقم ما يشرب خمر، وإنما فرضا أنه يستغيب، وإنما يستغل أموال الناس، يأكل أموال الناس بالباطل، يقتل الناس. أي مناسبة الله يجيب دعاء هذا على هذا أو هذا على هذا. كان عندنا فرد خطيب في كربلاء الله يرحمه، شيخ الخطباء كان، اسمه سيد حسن الاسترابادي، هذا كلش خطيب مهم، كلش مهم وحافظ وكذا وشي. هذا كان فوق المنبر يقول لطيفة، ولطيفته منطبقة علينا نحن. كان يقول مثل إحنا اللي نعمل بالاحتياط، الله هم يعمل بالاحتياط. ثم يمثل يقول رجل له زوجتان، هذه الزوجة تدعو على تلك الزوجة، الله تعالى اقتلها.
تلك الزوجة تدعو على هذه الزوجة يا الله اقتلها، الله يحتاط يستجيب دعاء كلتا المرأتين ويقتلهما. الله سبحانه وتعالى إذا يريد يستجيب دعاية على صدام ودعاء صدام علي ماكو فرق. هذه تسمى الأخلاقيات، على أن الإنسان في الحقيقة يلاحظ نفسه هل هو مؤهل، هل الله سبحانه وتعالى عنايته تشمله أو لا. وقلت أنتم مبتلون بأنفسكم 50 سنة 60 سنة 40 سنة 30 سنة، فأنتم مع نفسك. الآن يجب أن يبنى الإنسان، الآن يجب أن يبنى بناء. أنا عندي بناء صحيح وبناء مو صحيح عندي. الآن أنت تتمكن أن تقرر مصيرك، ومن المؤسف أننا كلنا نقول هذا الكلام بعد ذلك لما وصلنا ننسى كل شيء. أريد واحد شباب أخوندي قصة مشهورة سامعيها يقين، شباب أخوندي يدرس سيوطي يوفرد 20 30 40 50 يحضرون درسه، بعدين يتزوج يوم أول ما أجزي، يوم ثاني ما أجزي، يوم ثالث ما أجزي، ومرابع بعد لازم يجي بعد، يوم خامس سادس ما يجي طلب راحه على بيته، يقول باب دقه ما يجاوب، وايد يقول باب، أخير شي طلع راسه من الروشنة قال أنا مشغول بسيري فاطلبوا للدرس غيري. هسه الإنسان إذا تزوج يتبين مشغول بسيره أو هو طالب علم ديني. أما الآن إنسان عادي أو في المسجد أو في المدرسة وما يحصل خبز وأكله، طبيعي أنه يحفظ ويقرأ ويروح ويجي. هذا في الحقيقة مو أنه فرد مرة ومرتين، التاريخ دل هذا الشيء مكرر في مكرر في مكرر في مكرر. هذه تسمى أخلاقيات الأمة. من المؤسف أخلاقيات المسلمين منحطة إلى أبعد الحدود، الغش والخيانة والكذب والدجل والنفاق والتفريق الكلمة والمحاربة والمعاداة والغرور والكبر. وأما اللسان فمطلي به عسل، وأما القلوب زنابير وحيات. وللأسف وكل بلد الإسلام روح نفسه، غريبة هذا واقع. إن شاء الله في المستقبل تصيرون كتاب، لا تنسون أنه اكتبوا سلسلة أقل تقدير 100 كتاب حول أخلاقيات المسلمين. لماذا هكذا أخلاقيات؟ لماذا؟ وكيف الإصلاح؟ ولماذا نحن هكذا؟ وإيش وقت نصير أوادم؟ كان عدى فرد واحد الله يرحمه، هذا كان شيخ الخطباء عندنا في النجف الأشرف، شيخ محمد علي الخراساني اسمه الله يرحمه، الآن ولده موجود هنا اللي اجى هم قرأ عندنا. هذا انتوا كلكم شايفين هذا الشيء في بيتنا، شايفين اقل تقدير في بيت بعض العلماء الاخرين شايفين. الخطيب يروح منبر، يروح منبر يقوم يمدح هذا العالم الجالس، هذا يمدح هذا الشيء. هذا كان من الخطباء الزاهدين، هو واقع انا شايفه. هو يصعد منبر في بيت العلماء، يا فلان لا تغرك الحياة الدنيا، ها صرت رئيس انت، ولتصور انت صرت عند الله متغيرها، وينصح نصيحة قارصة لمرجع التقليد. كل الناس هم يحبوه، مع العلم نصايح قارصة، انت اكثر خطورة، انت على حافة جهنم، لكن يصدقوا لهذا يتقبلون كلامه. أبداً ما يمدح مرجع تقليد أبداً. فرد مرة سيد الحسن الله يرحمه مرجع أعلى كان، وش مرجع عظيم كان سيد الحسن، كان راكب حمار يجي إلى كربلاء زيارة، يعني يروح للجراج حتى يركب سيارة ويجي. هو في الطريق شافه، وين سيدنا؟ كربلاء.
أخذ عنان حمار ماله، قال أقعد في النجف رب الطلبة شنو تروح كربلاء؟ يصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق كلش مشكل، وكونك مع الصادق كلش مشكل. أبو ذر الغفاري صادق، زيد بن ثابت وأبو ذر الغفاري كلاهما تلاميذ رسول الله، آمن برسول الله، حج مع رسول الله، جاهد مع رسول الله، صلى خلف رسول الله، استمع مواعظ رسول الله. لكن يوم الامتحان أبو ذر مات جوعا حتى لا يصدق الدولة الجائرة، وزيد بن ثابت كبس ذهب حتى إذا أرادوا أن يقسموا ميراثه بعد موته كسروا ذهبه بالفؤوس. هذا الذهب فقط ما له. هنا تبين أبو ذر صادق وزيد بن ثابت فاشل. أخلاقيات الإنسان هذا كلش صعب، واقع كلش صعب. والمسلمون تحطموا لأن ما عندهم أخلاقيات. الآن أمثل لكم مثال، مثال ملموس لكم. شوف أنا ما يخصني بحكومات البلاد الإسلام أبدا، أذكر الشعوب، الشعب الليبي شعب مسلم هذا لا شك فيه. الأمريكيين ضربوه وقصة مشهورة، بعد ذلك الغربيون اجتمعوا في طوكيو، سمعتوا كلكم بالإذاعة، ووحدوا جهودهم حول ليبيا. شو يسووا؟ 1000 مليون تقريبا، رؤساء 1000 مليون اجتمعوا هناك وقرروا تقرير، وكلهم عملوا هذا العمل. هذا تكليفه حسب تصوره. شوف إلى المسلمين، ما أذكر الحكومات، الشعوب الإسلامية الآن في كل بلادنا أكو منظمات إسلامية، في كل البلاد منظمات سنية وشيعية، في مصر أكو، في ليبيا أكو، في تونس أكو، في الجزائر أكو، في المغرب أكو، في الخرطوم أكو، سودان، في سوريا أكو، في إيران أكو، في العراق أكو، في باكستان أكو، في الهند أكو، في بنغلاديش أكو، كل مكان أكو منظمات إسلامية بكثرة في البلاد الأفريقية. هل هؤلاء عقلاء واقع؟ هل اجتمعوا في فرد مكان ويقررون فرد تقرير ضد الغربيين انتصارا للشعب الليبي؟ سووا هذا الشيء؟ إذا تقول ما عندهم إمكانية، كلهم عندهم إمكانية، من كل منظمة اثنين مو لازم أكثر، ويقررون بيان مشترك. إذا تقول ما عندهم وعي، عندهم وعي. إذا تقول ما يتمكنون يجتمعون، يتمكنون يجتمعون. لماذا ما يتمكن؟ في أفغانستان هالفجايع اللي جاي يسوون، بين إيران وعراق الحرب العراقية الإيرانية هالفجايع اللي جاي تصير، في لبنان هالفجايع اللي جاي تصير، في فلسطين هالفجايع اللي جاي تصير، في أرتريا والفلبين هالفجايع اللي جاي تصير. فكروا في هذا الشيء؟ أبدا. هو يفكر أنه يسبك فقط، هو يفكر أنه كيف يسحب البساط من تحتك فقط، هو يفكر شلون يستولي على فلوسك فقط. إلا من خرج، قلت أنا أستثني، عندنا استثناءات، لكن أكون مثل بالفارسي يقول بالبردة الواحدة من صير الربيع. أبدا ماكو هذا التفكير أبدا. أولئك كفر ويفكرون، ونحن مسلمون الحارب، ولا هذا الأعداء مسيطرين علينا، والله لا ينصرنا، فما لهم ناصر في الأرض ولا في السماء أكو في الحالين. شوف هذه القضية، هذه القضية أخذها مثال، قضية لبنان أخذها مثال، قضية أفغانستان اللي الروس قتلوا من الأفغانيين 1 مليون وشردوا 6 ملايين، يعني ثلث الشعب الأفغاني بين مقتل ومشرد. ماكو هذا التفكير أبدا. هسه التفكير البقال والعطار والبزاز والكناس البلدية ماكو، هذا صحيح، لأن هؤلاء ما يفهمون. لكن لماذا في المنظمات الإسلامية هالتفكير مو موجود؟ لأنه نحن في تحاربنا وتضاربنا.
هذه المجلة الإسلامية ما تذكر اسم أولئك الآخرين، وتلك المجلة اسم هؤلاء ما يذكرهم، كأنه عدوه اللدود هو هذا التنظيم أو هذا التفكير أو كذا، غير اللي يسبه ويتهجم عليه ويهرج ضده وإلى آخره. لماذا إحنا هالشكل؟ لماذا؟ يعني أخلاقيات إسلامية ما موجود واقع. أكو مثلا في العراق كلش لطيف يقول القاع خالي والصيف عالي أبواق. وأنا في تصوري أن الإنسان إذا ما ربى نفسه الآن على التعقل في المستقبل نحن أيضا نفس الشيء، لأن يعني إحنا بشر بعد. وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدوا، يقول أنا مثل قومي، إذا رشدوا رشدت وإذا غووا غويت، يعني إحنا نفس الشيء. المهم من الآن أن تفكروا في هذا الشيء، أخلاقيات، وهذه مجموعة تسمى أخلاقيات. العراقي أصدقائنا الآخرين حفظهم الله، شوف صدام ما فعل شيء ممكن إلا فعله. العراقيين تعقلوا أن يتجمعوا، إذا ما أقول بقالهم وعطارهم ووزاتهم، لا منظماتهم وأحزابهم، حقيقة تعقلوا أن يجتمعوا في إيران يمكن ما يصير مثلا، في لبنان يجتمع، في سوريا يجتمع، في الهند يجتمع، يعطون بيان مشترك، يسوون أكثرية الآراء، أبدا تعقل راح من عندنا. ونريد صدام الله يزيله. أكو في الحديث إن الله لا يستجيب دعاء جماعة، هذا في الوسائل موجود في باب الدعاء. الرجل الذي يقول يا الله أرحني من شر زوجتي، الله يقول له قد جعلت أمرها بيدك، إذا لم تردها طلقها. والرجل الذي يقول اللهم ارزقني، الله يقول جعلت الرزق في أبواب الأرض، اذهب واطلب. الرجل الذي يمرض ويقول اللهم اشفني، الله يقول جعلت الشفاء في الدواء والطبيب، اذهب واشرب الدواء، ما أجيب دعائك. مضمون الحديث هذا منص. واحد رابع ما أكو في الحديث، يعني بعض الأحاديث ثلاثة بعض الأحاديث أربعة. الله تعالى جعل كل شيء سبب، تعالى تريد منا تروح، يا الله افتح افتح، ما يفتح الله هذا الباب، ندخل البيوت من أبوابها، كل شيء عنده باب. أما إنسان يأتي باطن هالشكل يتصور، ومن المؤسف إحنا المسلمين هذا تصورنا، كل غرور وكل كبرياء وكل أنا دونه، أنا صنعته، أنا أول من فعلته، كل سباب وتهريج مو مؤدب. كثير من المجلات الإسلامية أنا أشوفها، فتم شوفوها أو جرائد أو كذا، خارج داخل كل سباب وتهريج وهوسة. الإنسان لازم يسب؟ الله في القرآن يقول لا تسبوا، أنا أعلم من الله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أمير المؤمنين يقول إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، لا إلا لازم تهريج وهوسة، قول مطلبك صحيح. أنا شخصيا حقيقة إذا أشوف فرد مقال سب ما أطالع، لأن ما عندي خلق أطالع، حتى إذا أعرف صاحب المقالة على حق وذاك الطرف على باطل، شد ما يحتاج. وين مشكلته؟ هذا 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 وكنت عايش سب. هذني مجموع وألف مرة أكثر من هذه، هذني كلها تسمي أخلاقيات. إذا أخلاقنا قومت الله سبحانه وتعالى يلطف علينا بلطفه وبرحمته. وإلا نفس كلمة الإمام أمير المؤمنين في المنام يقول أنا لو أريد أخذ نص أول أنت أخذك، هذا شيء الأول. وهو كثير واقع، كثير كثير. واحد غربي فرد مرة أظن نقل في الأصدقاء، هذا يذكر في كتاب أنا قرأته ما أدري في الكويت أو في العراق، قرأت كتاب مسيحي، هو يقول أن رسول الإسلام كيف جمع الناس وكيف بقوا وكيف أنه ممتد، في مطلب طويل بس ألخص في كلمته، يقول لأن الرسول يستحق هذا الشيء. هو ما يعتقد رسولها مسيحي، هو يقول لأن الرسول يستحق هذا الشيء. يقول انه طرد من مكه المكرمه اجى للمدينه وكل شيء ما يملك، وبنى غرف صغار
وبقي في تلك الغرفة حتى بعد أن صار ملكا كبيرا. النبي صار ملك بعد، ملك له 9 بلاد من بلاد اللي الآن 9 ممالك: الكويت، البحرين، قطر، إمارات العربية المتحدة، مسقط، اليمن الشمالي، اليمن الجنوبي، الحجاز، وإلى الأردن. يعني الآن هنا 9 دول بينما أنه صارت دولة واحدة عند النبي. يقول بقي في غرفته تلك، لم يغير ولم يبدل. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في الآية الكريمة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الإمام قال أنا اللي أنتظر. وما بدلوا تبديلا. يقول هذا بقي نفس الرجل السابق، يسوي له قصور، يسوي له حرس، يسوي له حواجب، وأكل ممتاز، أبدا ما سوى، نفس الوضع. الشيء الثاني أنه بقي على بساطته. كان في مسجد مكة يتلقى الناس على أرض المسجد، في مسجد المدينة إلى يوم وفاته نفس الشيء، نفس الشخص السابق، يتلقى الناس في نفس أرض المسجد، يقعد ويتكلم ويضحك ويروح ويجي ويبحث ويباحث، ويا الرجل ويا المرأة ويا الكبير ويا الصغير ويا الحر ويا العبد ويا الكافر ويا المسلم. قال بقي هذا على نفس بساطته، ما صار عنده فخفخة وشخصية ويخطب وكذا، على نفس بساطته. وبقي الشيء الثالث، أصدقائه المكيون نفس أصدقائه إلى حين مماته، نفس أصدقائه حول. أما الثورة تأكل أبنائها، وهذا شرده وهذا طارده وهذا سبه وهذا أهينه وهذا جلسه في البيت، هذا أقتله، أبدا ما كان. نفس أصدقائه في مكة، نفس أصدقائه في مدينة إلى أن مات. يقول هذا الإنسان طبيعي الناس يبقون عنده ويلتفون حوله ويمتد التفافه. هذه تسمى أخلاقيات، هذه أخلاقيات. يجي النبي رئيس دولة، رئيس 9 دول، مو رئيس دولة، من وراء الحجرة: يا محمد اخرج الليل. استراحة النبي مو من الصبح لليل. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الله تعالى أنزل القرآن، ومو واحد اثنين، سورة الحجرات. حتى الله يريد يعلم المسلمين، مو يريد يعلمهم ايش اللي يصيحوا النبي، يريد يعلم المسلمين لازم الرئيس شلون يكون. هذه مجموعة تسمى أخلاق. تمكنت أن تبقى على هذه الأخلاقيات، أنت مربوط بالله تعالى. ما تمكنت الناس يقولوا لك كذا وكذا وكذا، كل شيء ما يفيد. الله يتقشبه، الله يشوف سجن مال هارون الرشيد، الله يشوف خمره، الله يشوف قماره، الله يشوف أكله لأموال الناس بالباطل، الله يذني يشوفه. بلك الله يشوف المصلى ماله الضخم ورايح، والله أكبر أمير المؤمنين جاي يصلي، الله ما يتقشمر بهالأشياء. فالله كان يريد يتقشمر كان يتقشمر فرعون: أنا ربكم الأعلى. في الحديث أكو أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ورد على فرعون كان حافي حافي حافي، كان راعي هو، وعليه عمة الصوف وثياب الراعي، وبيده عصا، وثوبه إلى نصف ساقه. الله يريد هذا، وأرسله إلى فرعون، وحطم فرعون، هو هذا حطم فرعون هالشكل. إذن القصص للعبر، لقد كان في قصصهم عبرة. مو إنسان يقعد وفرد قراية ضخمة وفرد خطيب قوي يقرأ، وشلون خطيب به 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 جزاه الله خيرا، أنتوا بعد 4 أيام خطباء، شو واضح منكم لأن فيها الطريق، إيش كثر تقرأ لنا، لازم فرد 100,000 دينار، كان حج خطابة ممتازة. أنت الساقط، طرده الله من بابه. هذا واقع يعني، لأن أنبياء وأئمة يعني شنو؟ يعني هذول موازين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
هذا الشيخ يذكر وهذا السيد يذكر أيضا، لعله بعض الأصدقاء الآخرين ما أدري. إحنا كنا في الكويت، لا قصدي على إقبال الناس، مو قصدي مدح لنفسي. إحنا كنا في الكويت صلينا الجمعة ظهرا، بعدين خطبت أول ما رحت الكويت، خطب في تصورهم لا بأس به، يوم ثاني خطبت في تصورهم لا بأس به، وصلاته كان صفيا يصير تقريبا. بعدين جمعوا كمية فلوس أجوا يطلع هذا مال شنو؟ قال مال خطاب أبدا ما أخذ، لو أخذ عندك مصارف ديوانية كذا محتاج يجون عندك ما أخذ، كل ما أصروا خمك هذا خمس ما أخذه، ما أريد خمس، كل ما أصروا ما أخذت فلوس. منين تعيش؟ من الله، أنا 50 سنة في العراق عايش، هر 4 أيام الله ما عاد رزق يعيشني، ما أخذ منهم فلوس. حقيقة هذا سوى فرد إقبال علينا غريب. السيد والشيخ يقول قلت هذا مو مديح، نحن عملنا بأقل شيء واجب. إيش كثر تأخذ يا خطيب؟ لازم فرد 1000 دينار. أي مناسبة؟ شيخنا سيدنا يقول أنا معدي عائلة. الشخص اللي عدي عائلة الناس ما يستمعون إلى خطابته استماعا عن قلوبهم، وإنما يستمعون كجزية. كان عندنا فرشي في العراق، ما أدري هنا موجود ما موجود، يسمى بيض اللقلق، أحمر وأخضر وأبيض جميل، لكن كل واقع ما عدنا هذا خطاب يصير بيض اللقلق. الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم يتجاوز الآذان. الشعر الآخر يقول يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك، كان ذا التعليم، وأن تعليمك إلى نفسك، تصف الدواء وأنت أولى بالدواء، وتطيب المرضى وأنت سقيم. صحيح هذا؟ عيسى عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا داء والعالم طبيب، فإذا رأيتم الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاتهموه. احنا لازم يكون في فكرنا هذا الشيء. هذه المجموعة تسمى بالأخلاقيات، واليوم مو يوم امتحانه، فرد 4 أيام بعد اللي صار عند الإنسان كيان وشخصية وفلوس، صارت عنده حكومة مثلا ومنصب ومرجعية، ذاك اليوم يتبين. الإمام أمير المؤمنين يقول في نهج البلاغة الولايات مضامير الرجال، يعني أنه يتبين أنه يطلع تام وغير تام. كل الكلمة تفسير اسمع علينا يطول مضامير لماذا شاهدنا جبلها موجود هذا القصة. أول شيء أخلاقياتنا، في كتاباتنا، في ألسنتنا، في أعمالنا، في أحوالنا، في اجتماعاتنا، لازم أخلاقيات، هل هذا موجود أو ليس بموجود؟ وإلا إذا مو موجود الله سبحانه وتعالى على أكثر المسلمين هالشكل أنا منهم، الله مو مهم عنده. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، أبدا ماكو استجابة الدعاء، أبدا ماكو، لأن الله شوف هذول مثل أولئك ينتهي كل شيء. هذا موضوع طويل وله قصص وقضايا، والعمد يطبقه الإنسان في نفسه وعلى نفسه وفي واقعه، واقعه الاجتماعي اقتصادي سياسي فكري عملي تأليفي. الموضوع الثاني اللي يجب أن نذكره، وهو أنه هؤلاء الإخوة يصلون إيه؟ يصومون إيه؟ يحجون إيه؟ يخمسون إيه؟ يصلون صلاة الليل إيه؟ يقرون قرآن إيه؟ يجلسون تحت المنابر إيه؟ يروحون المساجد إيه؟ يروحون للحسينيات إيه؟ يفهمون السياسة؟ لا. من مشكلة وعاتنا عدم فهم السياسي، أصلا ما يفهمون السياسة. إذا كانوا يفهمون السياسة كانت إيران هالشكل يصير، كانت العراق هالشكل يصير، كان أفغان هالشكل يصير، كانت الخليج هالشكل يصير، كان لبنان هالشكل يصير. غربين يفهمون السياسة، لهذا شوفوا بلادهم شنو سووها، سمعتهم آخر لا شك فيه،
المقصرون منهم، ولا القاصرون يمتحنون يوم القيامة. زراعتهم، تجارتهم، صنعتهم، سفرهم، إقامتهم، قوانينهم، انتخاباتهم، توحيد كلمتهم، شرعوا بلادهم جنة. احنا نقول الغربيين سووا بلادنا هالشكل، لماذا احنا هالشكل حتى غربيين يسووها هالشكل؟ احنا ما نفهم سياسة، كل شيءنا محطم مهشم الى ابعد الحدود، لا نفهم سياسة. الغربيون ماذا يصنعون في بلادنا؟ بريطانيين، روسيين، امريكيين، فرنسيين، بلجيكيين، هولنديين، شنو يصنعون في بلادنا؟ نفهم؟ ماذا صنعوا؟ ما نفهم. ماذا يريدون أن يصنعوا؟ ما نفهم. ولهذا هم مسيطرون علينا، لأن ما دام الإنسان ما يفهم، معنى الذي يفهم مسيطرون عليه. أنا أتصور لهؤلاء الإخوة الجالسين هنا لازم يتعمقون بالسياسة، كيف كنا، كيف صرنا، لماذا ذاك، لماذا هذا، مستقبل كيف يكون، لماذا قسمت بلادنا، لماذا سجلت شبابنا، لماذا حطمت كلمتنا، لماذا قسمت أراضينا، لماذا القوانين الكافرة سادت علينا، كيف الخلاص. هذا يحتاج إلى تفكير، مطالعة، مدارسة، قراءة، دراسة، حتى نفهم السياسة. السياسة هو فرد شيء، إنسان مو سائق ما يعرف سياقه، يريد سيارة، يتمكن يسوق السيارة؟ خلوه هو يدعي. إن من يدعى الذي ليس فيه كذبته شواهد الامتحان، شواهد الامتحان هذا هو خلاص. فلازم إحنا في الحقيقة على طول الخط نفهم السياسة، وفهم مو من السماء ينزل، بالمطالعة، بالمدارسة، بالمباحثة، خصوصا السياسة والتواءاتها. السياسة في الشيء ملتوية، كانت والآن وفي المستقبل، في الشيء ملتوي واقع. هذا لازم الإنسان يفهم بالدراسة، بالمباحثة. الآن شوف في قم الحوزة العلمية، درس سيوطي أكو، مغني أكو، جامع المقدمات أكو، مطول أكو، أصول أكو، فقه أكو، درس سياسة أكو، مناقشة سياسية أكو. هسه حقيقة احنا اللي نحسب فلسطين شلون صارت ولماذا بقيت وإلى أين تبقى وكيف يمكن استرجاعها، هذا حقيقة نفكر فيه. أفغانستان لماذا صارت وإلى أي زمان يبقى وكيف العلاج، هذا يحتاج إلى الدراسة، إلى المطالعة، إلى القراءة، إلى الفكر، إلى المدارسة، إلى المباحثة، إلى المناقشة، يحتاج إلى هالأشياء. وهذا ممكن إنسان يسوي ويصنع. فمن الضروري أن الإنسان يفكر في هذا الشيء دراسة، مباحثة، مطالعة، مناقشة. سياسة، سياسة، السياسة الغربية، السياسة الشرقية، السياسة الإسلامية، السياسة السابقة، السياسة العباسية، السياسة الأموية، السياسة العثمانية، السياسة البريطانية والأمريكية. أكو فرد كتاب قرأته في العراق، تشريح جثة الاستعمار اسم الكتاب، اسم الكتاب هذا فرد رجل غربي كتبه وفرد رجل عربي ترجمه في لبنان أو في مصر ما أتذكر. إنسان وقت اللي يقرأ هذا الكتاب شوف فلوسنا منهوب، شبابنا بين مقتول ومسجون، بلادنا متأخرة، كل شيء لنا متأخر، لماذا؟ احنا نقول صدام في العراق، صدام من وجابه، لماذا صدام ما يصير في بريطانيا؟ لماذا صدام ما يصير في إسرائيل؟ هذا ما يحتاج للتفكير، ما يحتاج للحساب. فأنا في تصوري أنه من الضروري على الإخوة في الموضوع الثاني مطالعة السياسة،
بصورة مسهبة ومفصلة. والشيء اللي يجب أن يهتموا له في المستقبل توزيع القدرة، تقسيم القدرة، قدرة تقسم. كان عندنا فرد واحد من أصدقائنا اليوم كان جاي هنا، ومن لبنان كان جاي، بارح كان جاي، وإلى اليوم كان باقي، واليوم عصر راح، من رجال الدين. يقول لبنان 12 سنة حرب، يقول في ليلة واحدة على منطقتنا 1375 قذيفة قذفت في منطقتنا. يقول أنه مع ذلك الزراعة حرة، التجارة حرة، الصناعة حرة، السفر حر، الإقامة حر، البناء حر، مطابع حرة، كتابة حرة، كل شيء حر، كل شيء حر 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 حر. السبب أنه هناك تقسيم قدرة، أكو يعني قدرة بيد هؤلاء، قدرة بيد هؤلاء، قدرة بيد هؤلاء، قدرة بيد هؤلاء، ما يتوكلوا يضغطون على الناس. و12 سنة يحاربون من إسرائيل يحاربونها، يعني يحاربون مع العدو الواقعي للمسلمين يحارب. لكن لأن تقسيم قدرة أكو، كل واحد ما يتوكل يسوي شيء. فمن السياسة أن نعرف أنه يجب تقسيم القدرة، ولا نؤيد أي قدرة مركزة أبدا. هسه في العراق بعد صدام يروح شيء واضح، هذا ما يبقى. لكن بعد صدام شنو؟ بعد صدام يجي فرد واحد ويجي عندك ويقول لك رجل متدين مؤمن تقي شريف كان يصلي صلاة الليل. قل صحيح، رجل متدين مؤمن تقي شريف يصلي صلاة الليل وحده أو جماعتين؟ يقول وحده. يقول أبدا مؤمن. أنا كاتب هذا في كتاب مترجم بالفارسية ومو عربية مو مطبوع، اسمه الترمومتر السياسي، كتبته في الكويت أظن أو في العراق، واسمه الفارسي العدل أساس الملك، هذا طبع هنا فارسية. في العراق هو قدرتان صح؟ لا بأس. ما هو قدرتين؟ صدام يطلع قتل نهب سفك دماء وإلى آخره. فلازم من معرفتنا للسياسة توزيع القدر، هذا من جملة فهمنا للسياسة. وفي الحقيقة الغربيين صنعوا هذا الصنيع، سر تقدم الغربيين في كل أبعادهم هو هذا الصنيع، سوى قدرة قبل قدرة، قدرة في قبل قدرة، لا أكثر ولا أقل. هو القدرة ما يتمكن أبدا يتحرك، قدرة مقابلة يضربه يفضحه، ومتساوينها قدرات، ثلاث قدرات، أربع قدرات، خمس قدرات. لهذا تشوفون يبدلون كل أربع سنوات من رأس يبدل، ومو بلاتهم مهزلة ودائما سباب ودائما محاربة ودائما كذا، لا، بلات عقلاء. هذا من جملة مواضيع اللي يجب على الإنسان دائما يلاحظه، لأن احنا أعمارنا في المستقبل إن شاء الله أتوك شباب يطول بكم العمر. مرات أنا قلت للأصدقاء كلكم لتبقوا في البلاد الإسلامية، كلكم، حتى إذا صارت العراق جنة نعيم قول ما أريد جنة. اذهبوا إلى البلاد اللي تسمى بالبلاد الحرة، وذكرنا نحن في الصياغة أن 10% من الحريات الإسلامية موجودة في البلاد اللي تسمى بالحرة، بينما الإسلام 100% حرة. تلك البلاد إنسان يتمكن يفتح مؤسسات، إذاعات، تلفزيونات، صحف، بعلموا كل مكان أكو فلوس. بس من الناس لبالهم فلوس هنا، يقولون جحا فرد مرة قالوا له أين وسط الأرض؟ قال موقف حماري هنا وسط الأرض. قال له بأي دليل؟ قال بتقبل إذرع ذرع، سوي ذرع أسموه وسط الأرض هنا. احنا لبالنا ان كل الخيرات الله صابه في بلادنا. فإذ يوم كان في المطول كنا نقرأ فرد عجوزة لبالها بعدها فتية وشابة تروح الى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما افسد الدهر؟ بنيت بها قبل المحاقب ليلة فكان محاقا كله ذلك الشهر. عجوز اللي بالها بعت بنت
تصبغ شعرها وكذا وتكشخ وتحمر وتخطف، تروح إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ هذا في المطول، كنا وقت اللي نقرأ كتب الأدبية نحفظ أبياتها. الشاهد على أنه سيروح للخارج، يبني يأسس مدرسة، مسجد، حسينية، مكتبة، يشوف عالية هناك، وكل مكان فلوس أكو، وكل مكان الله موجود، وكل مكان مسلمين موجودين، وكل مكان يلتفون حول الإنسان، وكل مكان اللي عنده حرية. الفرق بين الحرية واللا حرية أنك تجيب فرد عشبة صغيرة أنبتها في مكان أكو ماء وهواء وشمس وكذا، تعطش كم يوم بصير شجرة باسقة. أما جيب فرد شجرة كبيرة ازرعها في سرداب مال بيتنا، بعد 4 أيام شوف دابلة ويابسة ورايحة. الحرية ولا حرية هالشكل، في مكان حرية إنسان بسرعة ينمو، يعني يروح ويجي ويجمع فلوس ويخطط ويفكر ما يخافوا إلى آخره. في مكان اللي ماكو حرية حتى إذا أنت كبير وشخصية يضغطون عليك 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 حتى تكون عشبة صغيرة ونبتة صغيرة. اهتموا إن شاء الله كل الأصدقاء يروحوا، كل الأصدقاء. كنت أقرأ في المسلمون، جريدة المسلمون هالعدد الأخير مال هذا اللي من لندن تصدر، يقول أن السعوديين أرسلوا إلى العالم 1000 مبلغ في العدد الأخير. كان إحنا لازم نرسل إلى العالم 1000 مبلغ حتى نصير مثلهم. وطلع هنا يروحون هنا يبنون مدرسة، يبنون مؤسسة، يبنون حسينية، يبنون مكتبة. يقول على أنه مشكل رواحنا، كل شيء فيها مشاكل. يقول أنه ويزا كذا، جواز كذا، فلوس كذا، عشان يروح يهتم، مو لازم بالطائر يروح، من طريق البحر يروح، من طريق البر يروح، تدريجيا يروح حتى يصل. ثم هناك يأخذ في العمل. وإلا إنسان في الحقيقة إحنا من نتمكن لا نحرر العراق لا أفغانستان لا أي مكان من نتمكن، والباطل يزيد قوة ونحن نزيد ضعفا. أنا فرد مرة حسبت في الكويت، كنا حسبت على أنه برميل النفط 1000 دولار قيمته بعد التصنيع، 1000 دولار سووا 66 دولار، 66 وصل 66 سووا 60، بعد 55، بعد 50، 45، 40، 36، 15. الأسبوع الماضي سمعته في الإذاعة 5 دولارات مصري، يعني شوفوا 200 ضعف منزلي، 200 ضعف منزلي. أتتمكن تخلص بلادك من هؤلاء اللي يقتلوك بالسلاح واللي ينزلون فلوسك ويدمروك ويسيلون شبابك ويعذبوهم ويقتلوهم تحت التعذيب ويبنون لهم السجون ويأخذون بأكظامك حتى من تتبقى تحرك، حتى تحرك من تتبقى تحرك؟ هذا علاجه أن الإنسان يذهب إلى تلك البلاد، ومن تلك البلاد ينجي بلاده من المشاكل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتأييد والتسديد، وإن شاء الله يأتي يوم عن قريب رسائل كلكم تأتيني من الخارج. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.